الأول رئيس اتحاد البنوك، أنت شايف المشهد الاقتصادي على الدرجة من التفاؤل والإقدام والإقبال اللي بيكلم عنها السيد الوزراء، ولا شايف فجوة ما بين الطموح الهائل وهو مطلوب ومهم وبين الواقع أو آلية تنفيذه؟ طيب خلينا نتفق الأول على حكاية التفاؤل، موضوع التفاؤل. كويس. أنا يمكن كنت بقول للدكتور هاني قبل ما نخش أن مشاكلنا ابتدت من 2008 مش من 2011. وعشان ابتدت من 2008 فانت عندك تراكمات يتفاقمت في 2011 وتفاقمت في 2011 وسائد بشده في الاعوام اللي تلتها، لان ما كانش في رؤيه، ما كانش في اداره، حتى انت في مشاكل الكهرباء حضرتك والخدمات العامه ما فيش استثمار بيتم فيها ولا صيانه. اقدر اقول لحضرتك هي بالظبط زي عربيه نقل كانت نازله ماشيه في طريق وماشيه بسرعه، وقفتها عملت اللفه بتاعتك، دورت وعملت ايه، نقلت على الاولاني عشان في الاتجاه الصح بتاعك. فمن ناحيه التفاؤل متفائلين من احنا وصلنا للطريق الصح، لا انت غيرت السكه بتاعتك. وبرجع برضو اكد لحضرتك انا ما بتكلمش على 2011 و12، واللي انا بتكلم من 2008 كان فيها في مشاكل كانت موجوده نتيجه الازمه الماليه العالميه وحاجات ما كناش متوقعينها وخلافها. كنا غيرت واتجهت اتجاه السليم، ابتديت تفكر النهارده على ايه الهويه الاقتصاديه، وده سؤال كويس جدا. ايه الهويه الاقتصاديه بتاعتنا؟ وده كان سؤال كنا بنسأله من 5-6 سنين قبل كده هوت، وتسمع ردود مختلفة. يعني ممكن حاجة تسأل 5 مسؤولين والخمسة يدوك الحقيقة أنا لما أسمع إجابة قاطعة زي ما سمعتها من دكتورة نجم، كل المسؤولين قبل كده كانوا بيقولوا إجابات ملتبسة لدرجة أنا في حد مسؤول لما سوق حر منضبط. لا ده أنا حد مرة بسأل الموضوع تاني بس نعرف هو عرفنا، سألت حد مرة فقال لي أنت بتهزر ولا إيه؟ اسكت خلي كمل يعني شفت يعني ما تسألش يعني فالاقصد دي الموضوع ده في منتهى الخطوره. ليه؟ لان السؤال ده خطير. وانا كقطاع خاص، خلينا نتكلم بقى انا كبنك النهارده قطاع خاص، اكبر سهم مسجل في البورصه 20% من السوق، عندي مساهمين 50,000 واحد في العالم كله. انا كقطاع خاص النهارده عاوز الرؤيه دهيت عشان اقدر اتعامل بيها. انا باجي احط استثمار النهارده في البنك في الشغل بتاعي، بحط استثمار علشان اللي جاي بعد سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشرة كمان. لكن ما بحطش استثمار علشان شفت حاجه النهارده اجري بسرعه اعملها لا لا لا، ده مش شغل بروفيشنال يعني، او مش شغل ناس يعني في البنوك، ده مش تجاره. لا لا، احنا في استثمار هنا، استثمار ده في الافراد، في التكنولوجي، في المباني، في بروجرامز بتعملها، حاجات كتيره جدا. بدون تعقيد الامور انا محتاج الرؤيه دي من الناس عشان اقدر ان انا ابتدي اشتغل بيها. فلما اروح لمجلس الاداره بتاعه المساهمين اقول انا هحط راس مالي في الحاجات دهيت، ايوه في عندي رؤيه موجوده. الشق الثاني فيه حضرتك ابراهيم بيه، ويمكن فرصه طيبه والوزراء موجودين، هو ازاي تضمن لي الاستمراريه بتاعتها. ماشي، دكتور هاني موجود، سياده الرئيس السيسي موجود، دكتوره نجله موجود، كل ده كويس قوي. طب النهارده بعد 4 سنين، بعد 8 سنين، بعد 10 سنين، الحاجه اللي عاوزين نتفاداها في الحقيقه، ويعني خلي الواحد برضه يقول يعني ما له ما عليه، احنا انجزنا انجاز انا ما كنتش متوقعه في الحقيقه، اللي هو التغيير اللي حصل دوت بلا شك. وحصل فعلا؟ اللي هو اللفه دهيت، لا انا كنت يعني انا لو كنت تسالني من سنتين فاتوا طب معلش عشان يتثبت المشاهد وانا وكل الناس يعني كان يطمئن قلبي، ممكن تقول معالم التغير اللي حصل يكفي، وانت مراقب بقى يكفي ان عندك رؤيه الحكومه؟ لا يكفي ان عندك رؤيه لا انا يكفي، انا عاوز الرؤيه دي بتمتد مش مجرد الهويه الاقتصاديه ايه، ولكن تمتد. انا هكون عاوز مصر فين سنه 2050؟ انا بوضب شغلي وانا شغال في البنك، بشتغل ان انا لو انا مش موجود بكره ولا قريب يكمل، يعني في استمراريه في الشغل. فاحنا عاوزين برضو تسهيلا للناس. واحنا مشاكلنا كانت ايه قبل كده حضرتك؟ حد يتغير يجي اللي وراه، لا انا مش عاجبني فك ديت ركبها من هنا والناحيه الثانيه، اصل انا قعدت اختراع العجله كل مره ونفك ونركب. لا احنا عاوزين بعد كده لما بيجي حد بيمشي، ناس ده طبيعه الحياه التغيير، اللي هيجي بعد تيجي تكمل على اللي موجود. فالجزء بتاع الاستمراريه ده هو ده جزء مهم جدا. حلو اللي احنا فيه النهارده دوت، انجاز هايل، هيجي الناس تتكلم على الاستثمار، احنا محتاجين الاستثمار ده فعلا عشان نخلق وظايف. لو اني برضو عندي تحفظ على موضوع المؤتمر والكلام ده، انا يمكن بقول للدكتور نجل انتوا بترفعوا بعد ما نسمع دكتور نجل على المؤتمر، احنا لسه ما كناش على المؤتمر عشان في تحفظ لاحق بس لا مش على المؤتمر نفسه ولكن على رفع سقف التوقعات بخصوص ما سوف ياتي بعد المؤتمر. يعني ده بيفكرني حضرتك بالظبط مع التحفظ على التشبيه، لما قالوا في النظام السابع عنده مش عارف كم مليار هيجوا، فكل واحد مسك كالكليتر قاعد يحسب هاخد منهم كام. هي دي لما قال لك عام 80 عام الرخاء،
هي نفس المشكله النهارده. انا اللي خايف منه ابراهيم بي والله نفس المشكله ديت، ان احنا النهارده بنخلق نوع من التوقعات ان لا ده المؤتمر. ابوك يا دكتور خفض لنا التوقع. لا مش خفض ايه اللي احنا عايزينه من الكل. لازم توضح للناس. كنت بقول لازم توضح للناس الفلوس دي جايه تعمل ايه، مش جايه عشان تتوزع، دي جايه عشان تخلق وظائف. كل ما نسمعه مدى بعيد، لكن هو المدى البعيد اللي بيبدا دلوقتي بيجيب نتيجه دلوقتي. ده هو المطلوب. انا مش عاوز المدى القصير. انا كقطاع خاص اديني المدى البعيد وسيبني هشتغل معاك. اتفضل يا دكتور. يعني استكمالا لكلام هشام بيه وعودة بقى الى سؤال حضرتك الاصلي، هو المؤتمر ده وضعه ايه؟ بس احنا حبينا في الاول ان نقول انه نحط المؤتمر في الاطار الاوسع، وهو الرؤية اللي موجودة والبرامج والسياسات، عشان نفهم المؤتمر موقعه. اذا اتفقنا حضرتك انه هدفنا الاساسي ان احنا نحقق معدل نمو مرتفع ومستدام، وان ده مش هيجي الا بمعدل نمو استثمارات مرتفع، يبقى طبيعي انه الحكومة بكل جهودها بتحاول انها تستقطب استثمارات سواء محلية او دولية. من هنا كان التفكير في عقد هذا المؤتمر بهدف اساسي. ابعد شوية كمان من حكاية حاجب قد ايه. المؤتمر ده هدفه ايه بالدرجة الاولى؟ هدف هذا المؤتمر بالدرجة الاولى هو انه حضرتك تضع مصر نفسها على خريطة الاستثمارات الدولية، بمعنى انه في السنوات اللي فاتت سيادتك وزارة التعاون الدولي، انا على الخريطة دلوقتي اخبار ايه؟ خلينا نعرف المشهد دلوقتي. احنا على الخريطة، شوف طموحي فيه. احنا على الخريطة لحد كم شهر فاتوا وضعنا ما كانش يعني قوي. ليه؟ لانه زي ما هشام بيه قال، احنا بنعاني من مشاكل بدأت من 2008 تفاقمت مع 2011، أعقب 2011 أحداث كثيرة كلنا عارفينها وصلتنا إلى وضع مش جيد أبدا على خريطة الاستثمار الدولية. وبالتالي إحنا الهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو إن أنا أحط مصر على خريطة الاستثمار، تفضل مصر دايما موجودة على خريطة الاستثمار الدولية. وبالتالي بنقول انه ليس هدفنا ان احنا نعمل هذا المؤتمر مرة وخلصنا او كحدث وحيد وخلصنا، وانما هدفنا ان احنا نفضل جاذبين انظار العالم كله الى مصر كدولة جاذبة للاستثمار. هدف تاني اهم ايضا من هنجيب قد ايه، هو انه حضرتك بترسل رسالة للعالم كله عن رؤية مصر هي ايه. لانه اذا كنا احنا داخليا حضرتك عندنا حالة ضبابية فهي الرؤية ايه، فما بالك بالعالم في الخارج ما هوش عارف الرؤية دي. فاحنا عاوزين من خلال هذا المؤتمر ان احنا نشرح رؤية الدولة ايه. عايزين نؤكد على انه مصر ماضية في طريق اصلاحات اقتصادية واجتماعية لا رجعة فيها. عايزين نشرح للعالم احنا بنعمل ايه علشان نحسن مناخ الاستثمار، وده نتكلم فيه كمان شوية أكيد. وإنه إحنا بنهيئ الجو العام للاستثمار في مصر. وحضرتك دلوقتي عايز تحط مصر على خريطة الاستثمار الدولية، عايز تشرح رؤيتك وسياستك وبرامجك وبتعمل إيه عشان تهيئ الاستثمار اللي بدأت ضبابية في الفترة اللي فاتت بالزبط، وبعدين عايز فعلا تجذب قدر معين من الاستثمارات في مشروعات محددة. هنتكلم بقى مدروسة محددة. لكن وإذا كان من طموح القمة الاقتصادية أنها يعني تبقى جاذبة للمستثمرين وكمان تقول أن مصر منتظرة للاستثمار والمستثمرين، فهل إحنا قدرنا نقنع شارعنا ومجتمعنا الاقتصادي والحكومي والإعلامي والسياسي بان احنا عايزين الاستثمار واحنا جاذبين للاستثمار؟ خلينا نكمل بعد الفاصل حوارنا حول القمة الاقتصادية، قمة شرم الشيخ الاقتصادية مارس القادم بإذن الله. اهلا بكم، عدنا 25-30 لازلنا في المائدة المستديرة حول القمة شرم الشيخ الاقتصادية مارس القادم. الحقيقة مش بس عن القمة الاقتصادية، بنتكلم الطريق الى القمة الاقتصادية بمعنى ما هو آني وحالي ايضا في مصر من سياسات مالية واستثمارات. خلينا نبدأ بدكتور هاني أدري ونرجع تاني سيادة وزير المالية
ونسال على الدكتوره نجلاء الاهواني وزيره التعاون الدولي كلمتنا ان احنا من ضمن المستهدفات للمؤتمر الاقتصادي ان احنا نقول ان احنا يعني دوله جاذبه للاستثمار ودوله راغبه في جذب الاستثمار. هنا بقى هل احنا مجتمعنا مصدق وامن بالحكايه دي؟ مجتمعنا كله بما فيه مجتمعنا السياسي اللي طول الوقت يلح على فكره الفساد كقضيه حاضره واللي انتوا بتدوا تسهيلات للمستثمرين رجال الاعمال الذين يمتصون البلد اللي مش عارف يعني الاجواء دي اجواء الاعلام اجواء الاحزاب اجواء الموظفين والجهاز الحكومي اجواء تبدو ان هي نفسها عايز تقنعها الاول. يعني هل احنا اقنعناهم الاول؟ شوف خليني بقى عايز افصل بين حته مهمه قوي في الحاجه دي في الحكايه دي ما بين الواقع اللي احنا عايشينه والاقتصاد بتاعنا تركيبته ايه وما بين هذه الحالة. الاقتصاد بتاعك هو اقتصاد قائم بالفعل على القطاع الخاص، يعني من منشآته الصغيرة ومتناهية الصغر لغاية منشآته العملاقة هو قطاع خاص. التواجد الحكومي من أكتر من 30 سنة وهو بينحصر حتى في نسبة مساهمته في الناتج القومي بتاعك، فأنت عايش حقيقة أن ده قطاع خاص. سواء التاكس ده قطاع خاص، المحل البقال اللي انت بتنزل جنب بيتك ده قطاع خاص، الشركات الضخمة ومتعددة الجنسيات ده قطاع خاص، المراكب اللي في النيل ده قطاع خاص. فخلينا الاول نقول ان الواقع المصارف الجهاز المصرفي صحيح هو لسه السوق منقسم ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، لكن نسبة تواجد القطاع المصرفي من القطاع الخاص اصبحت يمكن تقارب 50% من هذا القطاع، إنما القطاع المالي ككل هتلاقي 80% منه هو قطاع خاص. فخلينا نقول إن الحقيقة إن أنت عايش في اقتصاد يقوده القطاع الخاص. الحالة اللي موجودة هي حالة قامت أو نشأت أو زادت بشكل منه مبني على وقائع حقيقية ومنه مبني على مجرد حالة من التكرار لمسألة فساد 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 فساد، كما لو كان ان هذا البلد قائم على فساد. انا ارفض هذه الحالة علنية، ارفض هذه الحالة رفضا تاما، انما اقدر اقول لك هناك حالات من هناك اخطاء وجرائم وهناك جرائم، لكن اقتصاد مصر ومصر تقول لي ان مصر هي حالة فساد، اقول لك قطعا لا، قولا واحدا قطعا لا. كويس، ده اقتراع الحكومة بس. ثانية واحدة بفندم. اللي عاوزين احنا هنا بنتكلم الاول في حاله مجتمعيه، احنا بنتكلم في شأن مصري خالص. سيبك من انا وزير ماليه، انا بتكلم النهارده كرجل كواحد مصري وكرجل اقتصاد. بقول لك الواقع بيقول لك ان من اول البقال الصغير من اول سواق التوك توك ده قطاع خاص. يا فندم بس الواقع مش بالضروره كلنا بنراه، مش مش بنتصرف بناء عليه، لازم نوضحه. ففي هو خطاب مزدوج، ده اللي انا بقوله عشان انا اعمل دولة جاذبة للاستثمار السياحة. عشان ابقى دولة سياحية لازم المواطن اللي ماشي في الشارع ده يبقى عارف ان انا دولة سياحية ويبقى بتصرف تصرف المواطن اللي في دولة سياحية. لو ما عملش ده انا مش سياحية الحقيقة خالص. نفس الحكاية، انا عشان ابقى دولة جاذبة للاستثمار لازم انا ابقى مجتمع عنده فكر الاستثمار ده خير لمصر، مش انه نعمل له عقبات او ماذا وراء او مش عارف المناقصات ايه واصل المزايدات ايه. بتعالج ده. شوف بقى انت بتعالج ده على كذا محور، محور تشريعي، محور مؤسسي. المحور المؤسسي اهم ما فيه انك بتعمل عمليه تغيير الفكر، ودي عمليه مش سهله وعمليه تاخد وقت كتير. لكن عايز ارجع بس لمثال السياحه، هل تقدر تقول لي ان المواطن العادي في الأقصر أو في أسوان أو في أبو سمبل أو في الغردقة أو شرم الشيخ بيتعامل نفس التعامل مع السائح زي مثلا في محافظة الغربية؟ أكيد في فرق كبير جدا. ده أصبح مجتمع بيقوم على السياحة، أصبح المايند سيت بتاعه والفكر بتاعه والعقل الجمعي. سعر الدولة يا فندم، سعر الأجنبي وسعر المصري، سعر الأجنبي وسعر المصري، دي الثقافة اللي بتقول أنا مش دولة سياحية. يعني أنا بروح أي بلد عربية أو أجنبية محدش بيقول لي أصل أنت أجنبي، فده بالعكس لو أنا أجنبي بيدوني فلوس في المطار تاكس فري، إنما لما أجي هنا في مصر عشان أخش المتحف أنا أجنبي أو أنا مصري، عشان الكاميرا أنا أجنبي ولا أنا مصري، عشان الفندق أنا أجنبي ولا أنا مصري. الثقافة دي اللي بقصدها هنا. يمكن في السياحة موضوع تاني، يمكن عايز أنقله في الاقتصاد. أنا عندي مشكلة
انه يتم التعامل بالطريقه دي، ان انا نفسي كمجتمع مش مهيئ بدوله جاذبه للاستثمار رغم الامكانيات العظيمه الرائعه اللي هتبدو اقوى لما بتشرحها لنا. انا مش قادر اتفق معاك بنسبه يعني حتى 50%. طيب كويس. ليه؟ مش فكره ان عايز اقول لك لا احنا دوله جاذبه للاستثمار، احنا مش دبي لسه ما وصلناش لده، لكن عايز اقول لك انها مش بالصوره اللي هي برضو حاله ان انت طارد الاستثمار. طب انا هقول لحضرتك مثال. في وقت من الاوقات في 2005 و6 و7 لما بدات تاخد اصلاحات اقتصاديه وتحط الاقتصاد بتاعك على مسار سليم، اعطى الرساله واضحه انك انت متجه نحو منظومه اقتصاديه حديثه. ايه اللي حصل؟ جالك استثمارات مباشره وصلت الى 7 و8 و9 و10 و13 مليار دولار في سنه من السنوات. ده مش شراء مصانع موجوده افندم، دي مش من ضمن الخصخصه دي. لا شامله كل حاجه. ما هو شوف، مهما انت بعت، انت بعت مصانع بكام يعني؟ انت كل اللي كان عندك كان يجي له كام؟ مليار دولار من ال13، 2 مليار من ال13.